ركزي ركزي. ما في ممثلين في فادي مشكلة جونيور. حسن؟ حكيم معنا من امبارح مع الابونا. رايح جاي عم يدعس عنك بس شايف ياس؟ يعني اركض بالباص تحسني عم بستعجل. شاهد حزينة صراحة وهذا أقل شيء بنقدر نقدمه أو نسويه. خلي الكيس أحادث بالنسبة للأهالي اللي بحلب. صار الزلزال ما شفت المشاهد دغري، كان عندي مادة، بس بعد ما رجعت أنا لو شايف المناظر يعني كنت خلص خرجت بالمادة. الله يصبرهم ويرحم الميتين ويشفي الجرحى. صراحة اللي انصدمت منه هو شلون الشعب تفاعل مع الزلزال ومع الضحايا وشلون عم بيأنقذهم. عم تطلب منا انه نعمل حملة كرمال نساعد الاشخاص اللي صارت معها هي ظروف القاهرة بصراحة، فنحن مباشرة بلشنا احنا ننسق مع اشخاص معينين كرمال نقدر ننقل هاي الاغراض. متى ما قدرنا نأمن سيارات فتحنا نحن بواب التبرع. التبرع بلش مبارح طول الوقت، كان الاقبال خيالي، كان كميات كثير هائلة من العالم عم تعطينا، والحمد لله لسه في خير بهالبلد، في عالم كثير، في عندنا اخوة، نحن كلنا ايد واحدة، عملنا الحمد لله كمية كثير كبيرة من كل شيء، سواء ثياب ولا سواء أكل ولا سواء معدات تدفئة.